سليمان اول تجربه لها اونلاين كنت قبل هذيك السنه فرجيتنا شوي بالكورس الكود صح وهلا اول تجربه بالراليات ومعك شو درايفر قديم بالراليات صح خبرنا شوي اول شيء يعني لا يوصف الشعور انه قديش حلو لانه من برا الي يمكن شيء 20 سنه بحضر راليات شارك اسيستانس على الطريق وكذا هالمره انا جوا بقلب السياره ورا التليفون شيء كثير رائع يعني حظي كثير حلو سابني ماتيو حجي لانه عنده اكسبيرينس بكذا رالي وكدرايفر واول مره هو ككو درايفر فكان في كثير مشاركه بالمعلومات على الطريق ونوت وما نوت واللي انبسطت فيه انه ما قلعت مثل ما قلعوا الشباب تراديشنالي بلبنان بيحفظوا طريق وبيطلعوا بسوقوا لا بنكتب نوت سوا وعم نسوق على النوت اكزاكتلي يعني وهالشيء بتشوفه على الطريق يعني انه مرات بتطلع من برا بتشوف سياره شوي سريعه قاطعه والشيء سببه انه عم نكتب نوت ما في شيء مخبط نرخي قبل الكوع وبعد الكوع غير هيك عندنا شويه مشاكل ميكانيك عم نسوق بلا موتك بلا بانج يعني وبوست بيسك بوست ممكن تجي من الشركه 07 و بس في السوسيون بتاع العربيه بيعطيهم الف عافيه الشباب لانه اخر لحظه جمعوا العربيه يعني عربيه مجموعه ست ايام وسبع ايام غالي كثير حلو شفنيك بكذا ستيج كنت عم تلقط السياره اللي قدامك بنصها رجعت هيدي الشغله اخرتك هيدي لانه اخذنا بيناليتي دقيقتين اول ما قلعنا تاخرنا تنفوت لانه ما كانت عم بتدور السياره فبلشنا الرالي اكلين دقيقتين بيناليتي
اللي خلى أرانوح وأمير بكرم قدامي. أرانوح ما فيك تقارن السيارات يعني، حتى لو سيارتي مش مظبوط ماشية. وإميل ما عم يدعس على الآخر، عشان هيك إميل لقطته بصورات اللي هي طويلة من بعد 27 كيلومتر 26 كيلومتر لقطته لهي. أخروني شوي صغيرة، إميل أخرني شي 10 ثواني لأنه طريق ضيقة، لقطته بطريق ضيقة ما بيقدر يزحلي حرام. وأرانوح قطعني بكل لأنه كنت بس أول 2-3 كيلومتر لقطته يزحلي. لا الشباب اسبري سبورتيف عالي كثير يعني، وما انزعجت من شيء. Good luck لبكرة. Thank you very much. Merci. Thank you.